أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه. وقالت الفصائل إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى الإسرائيليين واشتبكوا معها، لافتة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة، فيما تدخلت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.